السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من قناه خبراء اللغه الانجليزيه. ان شاء الله النهارده ميعادنا مع حلقه جديده من اصوات اللغه الانجليزيه، وهنبدا ان شاء الله مع بعض بال تي اتش ساوند. What is the TH sound؟ أو إيه هو صوت الـ TH؟ كتير جدا بنقابل كلمات في اللغة الإنجليزية فيها TH، وبنلاحظ إن الحرف أو الصوت ده دايما بيبقى متغير، أحيانا بينطق بطريقة وأحيانا بينطق بطريقة تانية. في الشكل التوضيحي اللي قدامنا ده عندنا الـ TH sound ليها صوتين في الإنجليش. الصوت الأول بيمثل في اللغة الإنجليزية زي حرف الدي كده مائل وفي شرطة في النهاية. الصوت ده معناه الصوت القوي اللي بيحتوي على vibration أو اهتزاز في الأحبال الصوتية، تمام؟ والصوت ده بيبقى عبارة عن إننا بنضع اللسان ما بين الأسنان، تمام؟ نضع اللسان للخارج قليلا جدا ما بين الأسنان ونبدأ نعمل اهتزاز في الصوت. الصوت ده اسمه تمام. وبالتالي الكلمات الآتية لو نطقناها مع بعض هتبقى بنفس الصوت: the brother 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 mother 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 there 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 together 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 تمام. that تمام. اما الصوت الثاني لل th sound in English بيبقى عبارة أو تمثيله الصوتي في الصوتيات بيبقى عبارة عن صفر وفي شرطة في النص. الصفر وفي شرطة في النص ده معناه إن الصوت في نفس المكان السابق، اللسان ما بين الأسنان إلى الخارج قليلا، ولكن مفيش اهتزاز في الأحبال الصوتية، والصوت بيبقى كده. تمام. أمثلة: فين فين three three thirty 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 through 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 path 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 think think think. وبالتالي الصوتين دول هما الصوتين المعروفين في اللغة الإنجليزية للـ TH sound، ومفيش قاعدة معينة هتخليك تفرق ما بين إمتى أنطقه ذ وإمتى أنطقه ث، إلا إنك تكون حافظ كلمات كتير بتحتوي على تي اتش وبتعرف تفرق ما بينهم عن طريق مثلا القاموس او عن طريق الحفظ. وزي ما قلنا ان اصوات اللغه الانجليزيه اغلبها لا يتبع قواعد معينه غير الجرامر مثلا، اللي بيبقى كل قاعده معروفه ومحدده، لان اللغه بطبيعه الحال شيء مكتسب بيتناقله الناس على حسب السمع. وبالتالي الـ TH sound الصوتين دول التفرقة ما بينهم عن طريق الحفظ أو عن طريق أي قاموس ناطق عندك. كان معاكم مستر أحمد حلمي من قناة خبراء اللغة الإنجليزية. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. إذا عجبك الفيديو متنساش تعملنا لايك وشير وسبسكرايب لقناة خبراء اللغة الإنجليزية على اليوتيوب، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد قادم. السلام عليكم.